تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. يعني اليوم جينا بهاد الفيديو جديد على ود الكونتاكت ديال بورش كاين، كيفاش تبدل الفيل الكونتاكت ديالك بطريقة سهلة وبسيطة. ما عليك الا تتابع الفيديو معنا من الاول حتى الاخر وغتفهم كيفاش تبدل الفيل الكونتاكت ديال بورش. وإلا كنتي أول مرة كتشاهد الفيديوهات ديالنا وأول مرة كتشاهد هاد الفيديو، ما عليك إلا الضغط على الجرس باش يوصلك الجديد ودير اللايك باش يطلع على الفيديو هذا، فضلا ليس أمرا. كي كتشوف مع الإخوان كاين لي كونتاكت لي فيهم جوج ديال لي بيل، كاين لي فيها 20-32 وكاين لي فيها 20-25، يعني على حسب اشنو عندك في الكونتاكت يعني خصك. يعني ان شاء الله غادي نبداو نديرو ديمونتاج ديالنا، نحلو الكونتاكت ديالنا بطريقة سهلة ومبسطة كما قلت لكم في السابق. يعني ما عليك الا تتابع معنا الفيديو، تحيد السارة ديال الاولى منها باش غتبدا باش توصل البلاصة فين كاينة الفيل. شوف الطريقة سهلة مبسطة، يعني كاين جوج ديال الفرامل في الجنب، تقدر تدفعهم تقدر تجبد بالجهد على حسب اشنو عندك. هادشي طريقة سهلة، يعني الحجرة هي هادي، غتشوف اش من ماركة، يعني هادي 20-32، يعني غتقلب في هادوك جوج حجرات، هادوك جوج ديال البيل، غادي تشوف هنا هي 20-32، وهي اللي غادي تركب وسط هاديك اللي حيدتي، يعني هاديك مخداماش، غادي نديرو الأخرى. اللي خدامة يعني 20-32، نحيدوها من بلاصتها بطريقة سهلة. يعني كتشوف معايا لامباج ديالها، يعني داير لها بروتيكسيون مزيان باش متموتش باش ميضربها البرد. كتقطع البلاستيكة الأولى وكتعاود تقطع البلاستيكة الثانية باش تزورها من بلاصتها. غنحطوها في البلاصة ديالها، ترد البال باش ما تقلبها. تشوف معايا 4 ديال الفران ديالها، كتحطها بلاصتها كتشد. كتشوف الكاش ديالها ما فيهش شي غبره شي وسخ شي حاجه اللي كتحبس الفرانات باش ميطيحو بريسهم. يعني كتسبق البلاصة ديال القدام الفوق، كتحطها كتورك عليها كتسد. يعني طريقة سهلة وبسيطة، يمكن لك دابا تجرب الكونتاكت ديالك، دير واحد السي وتشوف واش قدام ولا لا.
ملي كتشوفو معايا طرف الخدام، السينيالات خدامين، الكونتاكت كيسد وكيحل بطريقة بسيطة جدا. نتمنى ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا اللايك.